أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. تعتبر الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر جالية يمنية في دول العالم بعد الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية. مؤخرا ومع صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة، عانى أبناء هذه الجالية من بعض العراقيل تمثلت في صعوبة لم شمل أسرهم بهم، والتي ظلت عالقة في دول توزعت على خارطة العالم كماليزيا وجيبوتي ومصر. بالإضافة إلى سقوط آمال اليمنيين فائزين بلا نصيب في دخول الولايات المتحدة، قرار ترامب بحظر 5 دول من دخول الولايات المتحدة الأمريكية مر بعدة مراحل استئناف عبر المحاكم الأمريكية ليصل قبل أشهر إلى المحكمة العليا التي أقرت العمل به قبل أيام. عن تداعيات قرار حظر سفر اليمنيين إلى الولايات المتحدة سيكون موضوع حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، حيث سنناقش فيها ما الذي يمكن أن تفعله الحكومة اليمنية وسفارتها لدى واشنطن أمام السلطات الأمريكية من أجل رفع اليمن من قائمة الحظر، وماذا يجب على الجالية اليمنية هناك فعل الاستثناء اليمنيين من هذا القرار. قبل البدء بالنقاش وباستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم، نتابع التقرير التالي. مع صعود دونالد ترامب إلى سدة الحكم هبطت أحلام اليمنيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية بلم شمل أسرهم وإدخالهم إليها. ترامب الذي حمل في طيات برنامجه الانتخابي ملف الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصدر مرسوما بحظر 7 دول من دخول الأراضي الأمريكية من بينها اليمن. عشرات المظاهرات نظمت احتجاجا على قراره أعقبتها استئناف للأحكام القضائية من قبل محاكم ابتدائية. وعملت بعض حكومات الدول كحكومتي السودان والعراق على رفع أسماء دولها من قائمة الحظر إلى أن نجحت في ذلك. مرسوم ترامب بخصوص الهجرة إلى أمريكا مر بعدة مراحل عبر المحاكم الابتدائية حتى رفع قبل أشهر إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية ليصدر قبل أيام إقرار بهذا المرسوم. القرار اتخذ بغالبية 5 قضاة مقابل 4، وتحظر النسخة الأخيرة من المرسوم بشكل دائم مواطني 5 دول من دخول الولايات المتحدة من ضمنها اليمن. المحكمة العليا اعتبرت في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس أن الرئيس استخدم صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخص الهجرة. الشارع الأمريكي كان له رأي آخر فور صدور قرار المحكمة، حيث خرج المئات من المواطنين الأمريكيين إلى الشوارع احتجاجا على القرار ووصفوه بالمرسوم العنصري. أما السفارة اليمنية لدى واشنطن فاكتفت بالتعبير عن أسفها لاستمرار العمل بقرار حظر دخول المواطنين اليمنيين إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت السفارة في بيان لها إنها تسعى لمتابعة إجراءات رفع اسم اليمن من قائمة حظر السفر الأمريكية لما يترتب على ذلك من معاناة اليمنيين خارج بلادهم والراغبين بالالتحاق بأقاربهم في أمريكا. كما ألقت السفارة اليمنية لدى واشنطن بكامل اللوم على ميليشيا الحوثي الانقلابية، معتبرة أن من أهم أسباب إدراج اليمن في هذه القائمة تتمثل في سيطرة ميليشيا الحوثي على المؤسسات الحكومية الحيوية، بما في ذلك مقرات إصدار جوازات ووثائق السفر بطريقة غير شرعية، متملصة بذلك عن مسؤوليتها في متابعة القرار منذ صدوره. إذن في هذه الحلقة نناقش هذا القرار الصادر عن المحكمة العليا. بإمكانكم التواصل والمشاركة معنا من خلال قنوات التواصل الموجودة على الشاشة. لدينا اتصال من الولايات المتحدة، الأخ مجيب الربيعي وهو مهتم بشؤون الهجرة. أهلا بك أخ مجيب. السلام عليكم وشكرا على الاستضافة. أنا مجيب الربيعي من نيويورك أمريكا، ناشط حقوقي في الجالية اليمنية الأمريكية ومختص معتمد في شؤون الهجرة الدولية. حياك أخ مجيب. بداية إذن ما الذي يعني صدور هذا القرار من المحكمة العليا، وأيضا لو تضعنا أمام الأسباب التي أدت إلى وضع اليمن في هذه القائمة، قائمة الحظر؟ والله الأسباب الرئيسية أخي العزيز، الحكومة اليمنية ممثلة في السفارة اليمنية في واشنطن لم تحرك أي ساكن من قبل صدور حكم المحكمة العليا، وهو عندما طلع قرار الرئيس العنصري قبل سنة إلى الآن. للأسف الشديد كانت طلبات الحكومة الأمريكية والخارجية الأمريكية أن تتعاون الحكومة اليمنية بإيجاد حل لإخراج اليمن من هذه الأزمة، بإخراج اليمن من هذا الحظر العنصري، وهو إيجاد وتعاون من ناحية معلومات
تتطلبها الخارجية الأمريكية عن المتقدم اليمني للسيادة الأمريكية. طيب ما هي الأسباب ما هي الأسباب لوضع اليمن في هذه القائمة، وما المطلوب كان فعله من قبل السفارة ولم تقم بفعله؟ الأسباب أنه الخارجية الأمريكية لم تجد أي تعاون من ناحية معلومات على المستفيد اليمني، على المتقدم اليمني للسيادة الأمريكية. يعني عندك جوازات صدرت من كل، جوازات من صنعاء، جوازات من عدن، جوازات من مأرب، جوازات من تعز، أين يصدقوا؟ يعني هذا السبب الرئيسي. حسن السير والسلوك يعني تقبل تعمل واحدة من صنعاء، واحدة من عدن، واحدة من تعز. لم يتوحد يعني الحكومة اليمنية، ما قدرتش تقدم أبسط المعلومات عن اليمني المتقدم للفيزا الأمريكية، وهذا الذي أدرج اليمن في قائمة الحل. الخارجية الأمريكية تقول لك إحنا نحمي الأمن القومي الأمريكي، وهذا من حقنا أن نحمي بلادنا، جيبوا لنا معلومات زي ما عملت السودان وما عملت العراق، ونحن سوف نرفع الحظر عن اليمن. ولكن كان التقاعس من الحكومة اليمنية، التقاعس من السفارة اليمنية في واشنطن، أدى إلى معاناة اليمنيين في شتى الدول، أدى إلى معاناة العالقين في جيبوتي من سنة، من سنتين، من ثلاث سنين، وهم في أشد الحرب ومنتظرين إلى قرار المحكمة. قرار المحكمة العليا للأسف الشديد يؤيد قرار الرئيس ترامب. ليش؟ لأنه لم تتجاوب الحكومة اليمنية، لم تتجاوب بأي معلومات فتحوا. حتى قبل صدور القرار من المحكمة العليا، أرسلوا بوثائق إلى دول هذه الست الدول المحظورة، مطالبين أن يتعاونوا معهم ولن يلبوا طلبات الخارجية الأمريكية. فعندهم يقول لك إذا نحن نحمي بلدنا، إحنا حضرنا بس الدول لأنها ما تجاوبت حكوماتهم معنا، ما حضرناش العالم كله. طيب اطلعت على تصريح، طيب أخ مجيب، اطلعت على تصريح أحمد عوض بن مبارك سفير اليمن في واشنطن بعد صدور هذا القرار، وربما هو أرجع الأسباب إلى أنه ربما ما زالت ميليشيا الحوثي تسيطر على المؤسسات التي لها علاقة ربما بإصدار جوازات ووثائق السفر. ما تعليقك على ما صدر عن السفير في واشنطن؟ نحن نقول إذا السفارة اليمنية في واشنطن، وهم الحكومة الشرعية، وما يسمون بأنفسهم بالحكومة الشرعية ومعترفين بهم دوليا، إذا كانت الجوازات اليمنية من صنعاء غير مقبولة في السفارة اليمنية، كيف في السفارة الأمريكية؟ كيف تقول لي لأن ميليشيات الحوثي مسيطرة على الجوازات؟ الجوازات حق صنعاء ليست مقبولة في أي سفارة أمريكية في أي دولة. ما تستطيع أنك تقول لي الجوازات مسيطرة عليها الميليشيات. الجوازات المعتمدة داخل السفارة الأمريكية الآن، الجوازات الصادرة من الحكومة الشرعية ومن الجنوب وبالأخص من عدن، كل الجوازات من عدن كانت تمشي على طول. أي جواز من صنعاء لا يقبل في السفارة الأمريكية. إذا لا تستطيع أن تلوم الجوازات اللي من صنعاء، بما أنك أنت الحكومة الشرعية وأنت ممثل اليمن في الخارج في واشنطن، من أنت ممثل اليمنيين في أمريكا وفي العالم كله، ممثل في السفارة اليمنية في واشنطن، معناتها لا تستطيع أن تقول هناك جوازات أخرى. اضبط الجوازات في محل آلي واحد في عدن، جيب لهم كل المعلومات، وسوف الحكومة الأمريكية ما عندها أي مانع عن أن تتجاوب وترفع اليمن من الحظر. طيب سؤال أخير مجيبة، لأن هذا القرار هل يشمل حتى الأقارب من الدرجة الأولى؟ القرار يشمل الكل، القرار يشمل الكل، يعني سواء الأقارب من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية. الزوج لا يستطيع أن يدخل زوجته، الزوجة لا يستطيع أن يدخل زوجها، الإنسان المتجنس اليمني الأمريكي لا يستطيع أن يجيب أولاده من اليمن. يعني القرار الآن شامل للكل، في حاجة اسمها إعفاء، وهذا الإعفاء يعود للقنصل، يعني القرار للقنصل، والإعفاء هذا بيعطوه لواحد بالألفين شخص. من هم أو ما هي الفئة التي يمكن أن تحصل على هذا الإعفاء؟ الإعفاء بيعطون للناس زي الذي هم أمراض، مثلا في جيبوتي سمعت على قصة الأخت شيماء التي كانت مريضة وأصبحت قضيتها عام، فكان القنصل تعاطف معها وأعطاها الإعفاء وجابوا لها الفيزا. رجل آخر في ماليزيا، رجل مسن كبير في السن، أعطوها الفيزا. يعني في مصر كان في امرأة على الويلتشير يعني معوقة، أعطوها الفيزا. ما عدا ذلك من ما وصل إلى السفارة الأمريكية أينما كانت، في مصر أو ماليزيا أو جيبوتي، يتم الرفض.
كله مرفوض، كل انت معك جواز يمني يعني مرفوض. طيب شكرا جزيلا لك مجيب. اذا شكرا لك مجيب الربيعي، ناشط ومهتم وايضا متابع في شؤون الهجره الدوليه، كنت معنا من نيويورك، شكرا لك. اتصال اخر ايضا من الولايات المتحده الامريكيه، الاخت فاطمه واصل، اهلا بك اخت فاطمه. اهلا وسهلا بكم وشكرا لاهتمامكم بموضوع الحظر الذي يعني تقريبا خلب كل الاوساط العربيه والمسلمه واليمنيه داخل امريكا والعالم تقريبا. هذا القرار الان يعتبر قرار نهائي بما انه صادقت عليه المحكمه العليا، يعني 5 قضاه مقابل 4 قضاه، هل ما زال هناك بالامكان فعل شيء من قبل الحكومه لرفع اليمن من قائمه الحظر؟ تقريبا لا زال الموضوع غير واضح، يعني الموضوع غير واضح، يعني حقوقيا احنا فقط نطالب بالحقوق، نخرج بمظاهرات، نطالب الحكومه بالتعديل على القرار، نطالب الكونغرس بوضع اختبارات معينه، لكن الوضع اصبح اكثر منه دبلوماسيا، يعني علاقات دول مع بعضها فيما يتعلق بمطالبة الحكومة الأمريكية بتوفير متطلبات معينة طلبتها الحكومة الأمريكية من السفارة اليمنية أو من الحكومة اليمنية. وعليها أنا أعتقد أنه مجتمعنا اليمني مكسر نوعا ما، يعني إحنا كيمنيين متواجدين في أمريكا في بلد يسمى بلد الحريات المطالبة بالحقوق، الكل يجب أن يتفاعل، الكل يجب أن يتكلم، يجب أن لا نتقاعس أبداً في الدفاع عن حقوق الأقليات. حقوق الأقليات في أمريكا تعتبر قضية كبيرة جداً، ولأجل هذا قم إنشاء كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية تنادي بحقوق الأقليات، والمسلمون يعتبرون أقليات، واليمنيين كجنسية عربية داخل أمريكا لها تأثير اقتصادي معين أيضاً تعتبر أقليات. من الممكن ان نطرق بطريقه مختلفه، انا اتكلم من ناحيه حقوقيه، اما انه يتم التعديل في القرار فهذا اعتقد له درجه دبلوماسيه اولى قبل ان نتكلم عن اصواتنا ناحيه حقوقيين او ناشطين او كمجتمع داخل امريكا. طيب الان ما هي الاسباب لوضع اليمن في هذه القائمه؟ كانت هناك اجراءات مطلوبه من الحكومه، ما الذي قامت به الحكومه من اجراءات لرفع اليمن من القائمه؟ هل تحركت ام لا؟ الاخ مجيب قبل قليل ربما يقول ان السفاره لم تتحرك ولم تفعل شيء. بصراحه لنكون واقعيين، رغم ان هذه الشرعيه تعتبر وجهنا امام العالم، بغض النظر عن الانقلاب، انا بحسب علمي ان هناك ناس كثيرين تم استرجاع جوازاتهم لانها اصدرت من صنعاء، بما ان الحكومه، بما ان الحوثيين هم اللي يحكموا مناطق الشمال، بمعنى ان لا شرعيه لهم، بمعنى ان اي جواز يطلع من صنعاء غير مقبول في اي دوله، او حتى انه تصدر عليه تاشيره خروج او فيزا. وعليه نحن نتساءل كيف يكون هذا عذر مثلا، واحنا عارفين انه تم استرداد ناس كثيرين من بوابات الجوازات لاي دوله مش بس لامريكا، لانه الجواز لم يصدر بصفه شرعيه، ونعرف ناس كثير اضطروا يسافروا من صنعاء الى عدن وتحملوا عقبات السفر ونقاط التفتيش علشان يطلعوا جواز بصفه رسميه من عدن. اذا كيف نقول ان هذا يكون سبب مثلا، واحنا عارفين انه هذه الجوازات غير مقبوله اساسا. وعليه انا اعتقد ان الحكومه تقاعست، وعلى السفاره اليمنيه برئاسه السفير الدكتور احمد عوض بن مبارك ان يقدم جهودا اكثر، انا على حد علمي الشخصي انه يعمل بقدر ما يستطيع، لكن اعتقد انه كان لابد من بذل جهد اكبر من اجل خدمه الجاليه اليمنيه في امريكا او القادمه الى امريكا. لانه حب اوضح نقطه معينه وتكلمت فيها كثيرا قبل ذلك. يعني كانت معنا ضمن القائمة أول ما صدر القرار اللي هو النسخة رقم 1، كانت معنا السودان في القائمة. طيب ثم تم إزالة السودان، وكانت معنا العراق أيضا في القائمة، وتم إزالة العراق. ثم في النسخة الثانية كانت معنا تشاد، ثم أزيلت تشاد من القائمة. وفي كل الأحوال بقيت اليمن وسوريا وإيران وليبيا ضمن هذه القائمة كدول مسلمة. النسخة الثالثة تم إضافة فنزويلا ونورث كوريا أو كوريا الشمالية حتى لا تعطى طابع بأنها أو لا تعطى زي ما نقول إنجليزي ليبل، يعني إنه نعطيها صفة بأنها جاءت فقط لحظر المسلمين من دخول أمريكا. وهذا ما تؤكده إدارة ترامب بأن هذا الحظر ليس للدول المسلمة، بينما قناعة الشارع العام وقناعة الحقوقيين والمنظمات الكبرى أن هناك لا، هذا حظر للدول المسلمة، بدليل انه تم تعديل القرار لاكثر من مره. وعليه انا لماذا انبه الى هذه النقطه؟ السودان ازيلت
لأنها تعاونت مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب، ولأنها سمحت وفتحت موانئها لدخول إمدادات دولية. نفس الموضوع حصل مع تشاد، كانت من أهم الدول التي تعاونت في إدارة الإرهاب. نفس الموضوع مع العراق، رغم أن العراق نعتبر موضوع آخر بسبب أثار الحرب وسبب الدخول الأمريكي أو القدم الأمريكي أيا كانت التسمية إلى العراق. هناك استثناءات معينة عملت عليها هذه الدول، وشدت جيدا لأنها كانت مساعد وعامل مهم في محاربة الإرهاب في مناطق معينة في العالم. اليمن التي كانت منذ عهد علي عبد الله صالح، ثم تولى الرئاسة بعده هادي، ومن عهد أوباما عندما تم إصدار قرار بأنه يتم استخدام الطائرات بدون طيار داخل اليمن في أي بقعة وفي أي وقت. السؤال يضع نفسه هنا، كيف لم تكن اليمن مساعدا في القصف ضد الإرهاب؟ كانت من أهم الدول، وكانت من أول الدول القائمة بعد أفغانستان، وكانت من أكثر الدول المرحبة سواء كان في عهد علي عبد الله صالح أو عهد هادي أو عهد أوباما أو حتى الآن في عهد ترامب، بدليل ما حدث في محاكمة الرضا منطقة قيطة عندما جاءت تلك القوات لمحاربة بعض الخلايا الإرهابية في تلك المنطقة. السؤال الذي يضع نفسه، كيف لا تعمل الحكومة وتشد على هذا الموضوع وتطرق كل باب؟ نحن كحقوقيين في أمريكا، ناشطين في أمريكا، أيا كانت التسمية، كناس نملك حقوق المواطنة الأمريكية، نطالب بحق الأقليات، بحق التحام الأسرة ببعضها. الآن تجينا أسئلة كثيرة، يعني هل لا زال لنا إمكانية ندخل أمريكا؟ منظمة كير، أحد المنظمات الإسلامية الناشطة داخل أمريكا ومنظمة كبيرة جدا، فرع كاليفورنيا أصدر أمس أخبار كثيرة، وأعلم الناس إنه صحيح أن القرار الذي أكدته المحكمة، وفي هذه الجزئية أنا حابة أوضح موضوع جدا جدا مهم، اللي هو المحكمة لم تأتي بقرار جديد، القرار أصلا بيطبق من ديسمبر. الفكرة اللي حاصلة إنه جاءت المحكمة لتبارك قرار ترامب، يعني اللي حاصل إحنا كنا حاطين أمل إنه يتم إزالته أو رفضه كما كان مسبقا، الحكاية اللي حاصلة لا خالص، اللي حاصل إنه جاءت المحكمة لتبارك ترامب لإدارة الترامب على هذا القرار. طيب سؤال أخير أخت فاطمة، هل ما زال بالإمكان لو تحركت الحكومة والسفارة والتزمت وقدمت الإجراءات والخطوات المطلوبة منها، سترفع اليمن من قائمة هذا الحظر أم أن هذا القرار نهائي ربما لأنه صدر من المحكمة العليا ولا يوجد أي استئناف؟ هو بالنسبه لانه طبعا من المحكمه العليا اعتقد انه خلاص، يعني خلاص هذا القرار النهائي، لكن من الممكن ان يتم الضغط بعد كذا باستخراج مثلا قرار اخر باداره الشعب، يتم فيه استثناء اليمن مثلا، اما بالنسبه لهذا القرار بحسب ما قرانا وبحسب ما قرانا وبحسب قول المحامين القانونيين بانه خلاص هذه تعتبر النسخه النهائيه للقرار بما انه خرج من المحكمه العليا. شكرا. هنا نؤكد هنا دور الحكومه اليمنيه قلبا وقالبا في تعديل في اصلاح هذا الموضوع واستخراج اليمن من القائمه او اضافه بعض التعديلات. شكرا جزيلا اخت فاطمه واصل من الولايات المتحده. ايضا اتصال اخ تركي نهشل من الولايات المتحده، اهلا بك اخ تركي. يا هلا مرحبا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وسعدتم بالخير مساء، واشكركم اولا لهذه الاستضافه ولتحت لنا الفرصه لنتحدث سويا عن هذه القرارات المجحفة والتي طيب تفضل أخ تركي نسمع تعليقك حول هذا القرار وما رأيك بالأسباب التي جعلت اليمن ضمن هذه القائمة، وأيضا كيف تنظر لدور الحكومة وتحركها في هذا الملف؟ أولا أخي الكريم أريد أن أوضح نقطة مهمة، أريد أن نكون شفافين ومصداقيين وفي حواراتنا ونقاشاتنا وإعلامنا حتى يتسنى للمواطن الكريم والمشاهد والمتابع في اليمن في الداخل وفي الخارج أن تصله المعلومة الصحيحة وليس المغلوطة. في هناك ناس بثوا إشاعات وإن المسبب والعائق إنه المهاجر والمغترب اليمني في لإصدار هذه القرارات أو لمصادقة المحكمة الأمريكية على قرارات ترامب الأخيرة التي يعني من ضمن ادخال اليمن في هذا المأزق. نريد ان نوضح ان المغترب اليمني على طيلة اغترابه لم يكن جزء من المشكلة ولم يكن جزء من هذه الاعمال وليس له اي دور في اذى الولايات المتحدة الامريكية ولم يخل
بأمرها القومي أو له أي شيء من هذه القبيل، وإنما هناك يعني من المفترض أن تقوم الدولة بعملها. الحكومة الأمريكية عندما رأت أن هناك الدولة اليمنية الممثلة بفخامة عبد الرب منصور هذه فاشلة، والمصطلحات العربية الدولة الفاشلة التي لم تستطيع أن تحمي مواطنيها في الداخل وفي الخارج، الدولة التي لم تستطيع أن توحد تراب اليمن، الدولة التي لديها 5 رؤساء، الدولة التي لديها 5 وزراء خارجية، الدولة التي لديها حكومة في صنعاء وحكومة في مأرب وحكومة في عدن وحكومة في حضرموت. من هذا المنطلق الولايات المتحدة الأمريكية أخذت الإجراءات اللازمة والحاسمة، من حقها أن تحفظ أمنها القومي، ليس من المغترب اليمني، وإنما السبب أن الحكومة اليمنية لم تقدم أي ضمانات ولا أي معلومات عن المغترب والمهاجر اليمني الذي يتواجد. حتى لا نتكلم بالعموميات يا تركي، ما هي المعلومات والضمانات التي كانت مطلوبة إن كانت لديك معلومات؟ حتى لا نتكلم بعموميات يعني. الضمانات أخي الكريم، هناك ضمانات من الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة اليمنية أن تعطي بمعلومات على الداخل والخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية من اليمن. هناك تصدر جوازات في صنعاء، تصدر جوازات في عدن، تصدر جوازات في مأرب، تصدر جوازات في إب. هناك أحوال مدنية متشتتة، تصدر شهائد ميلاد في كل المحافظات. طبيعي هذا طبيعي، لأنه يعني هذا النظام معمول في كل دول العالم، أنه كل المدن وكل تصدر جوازات ووثائق سفر وشهاد ميلاد، طبيعي. يا أخي الكريم الدولة لا يوجد هناك هيكل دولة. الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع دول، ولا تتعامل مع أحزاب ولا طوائف ولا منظمات ولا ميليشيات، ولا تتعامل مع أفراد. لا يوجد يا أخي هيكل الدولة اليمنية القائم من يعني أولا، إن أردنا الحقيقة يجب على الدولة الشرعية الممثلة بعبد الرب أن تبسط نفوذها على التراب اليمني من الشرق إلى الجنوب وإلى الغرب وإلى الشمال، وأن تعود إلى الحكومة إلى إلى إلى, إلى صنعاء، وأن تكون صنعاء هي العاصمة اليمنية، وأن تكون هذه الضمانات للولايات المتحدة الأمريكية أن تضمن المواطنين، وأن أنها تضمن مواطنية. يا أخي الكريم، أنا سمعت كلام من أحد المحللين يقول لك عبد الرب منصور هذه، يقول لك نحن نضمن المواطنين الذين يأتون من مأرب من عدن، ولكن لا نستطيع أن نضمن الذين يدخلون على الولايات المتحدة من صنعاء ومن عمران ومن سعدة. هذه ليست بدولة، هذه تعتبر دولة فاشلة. نحن نحمل الدولة المسؤولية، ونحمل السفير أحمد عواد مبارك، ونحمل وزير الخارجية اليماني، ونحمل كل الدولة أن يقوموا بالاستحواذ وسيطرة على تراب اليمن وإعادة الدولة. ويا أخي الكريم، في عهد علي عبد الله سالم بغض نختلف معه، ولكن كانت هناك دولة، كانت هناك دولة معترف بها دوليا، يعترفون الآن بنا دوليا. يا أخي الكريم، يعترفون بالشرعية عندما يريدون أن يمرروا مخططاتهم على استحواذ اليمن، على استحواذ الجزر والبر والبحر، ولكن عندما تكون المصلحة للمواطن اليمني والمهاجر اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك هذه ليست بدولة، هذه دولة فاشلة، وهذه ليست بشرعية، يوجد حكومة في صنعاء وحكومة. من هذا المنطلق نحن نحمل الدولة المسؤولية الكاملة على تدهور اليمن وعلى الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم. أشكرك جزيلا تركي نهشل من الولايات المتحدة. أيضا عن ذات الموضوع وصلتنا بعض المشاركات من خلال واتساب، نستعرضها معكم. بما أن القرار أصبح قانوني وسوف يتم العمل به مباشرة، أولا يجب على الجالية اليمنية والمنظمات اليمنية الأمريكية التحرك بشكل رجال واستخدام حقها القانوني ضد هذا القرار. ثانيا يجب على الحكومة اليمنية التواصل مباشرة مع الجانب الأمريكي للحد من هذا الموضوع. نحن متضررين من هذا القرار الأخير، ونحمل المسؤولية الكاملة الحكومة اليمنية والسفير اليمني في واشنطن، لأن نحن كيمنيين عملنا واجبنا، سكرنا محلاتنا وخرجنا كمظاهرة، لكن لا يجدي ولا ينفع. على الحكومة اليمنية أن تعمل وتجتهد وتتواصل مع الحكومة الأمريكية لكي يوجدوا للمغتربين حل، لأنهم عالقين في كل الدول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرار ترامب كان صدمة لجميع اليمنيين ولجميع الدول المحظورة من السفر، فهذا كان قرار عنصري واستفزازي لليمنيين خاصة،
كون المواطن اليمني من الذين بنوا هذا البلد من 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 مئات السنين، مش من اليوم بس فقط. وأسفنا للقائمين بالجالية اليمنية والسفارة اليمنية كونهم يعني لم يمثلوا اليمنيين كمغتربين هنا، يعني تضررنا في بلدنا والآن نتضرر في أيضا. عبر الهاتف ينضم إلينا من الولايات المتحدة الأمريكية الأخ زيد ناجي، نائب رئيس جمعية التجار اليمنيين هناك. أهلا بك أخ زيد. أهلا وسهلا، حياك الله فيك. تعليقك على قرار المحكمة العليا وأيضا على الإجراءات التي اتبعت من قبل الحكومة لرفع اليمن من قائمة الحاضر. والله للأسف الشديد حكم المحكمة أتى مخيبا للآمال. نحن المؤمنين بروعة وعظمة هذا البلد لم نكن نتوقع بأن يأتي يوم وهذا البلد الذي احتضن كل حالم أن يأتي ويحكم به على الناس بأي شيء عدا عملهم، ولكن للأسف هذا واقع، ولكن ليس نهاية المطاف. ومن روعة هذا النظام الذي صنع من أمريكا البلد الأعظم في العالم هو أن الطرق والسبل لتغيير الواقع لا تنتهي. وأنا أقول من هنا من خلال قناتكم المحترمة لليمنيين الأمريكيين، الوقت ليس للتذمر ولا للبكاء، الوقت هو للعمل والنهوض. ونعم المحكمة حكمت ضدنا، ونعم المحكمة أخطأت، ولكن هي ليست أول مرة المحكمة فيها تخطئ ولن تكون آخر مرة. والأهم من كل هذا ليس نهاية المطاف، لا زال لدينا طرق سياسية فنستطيع أن نسجل في الانتخابات وننتخب ونستطيع أن نواصل الشاشة ونكبرهم، وبإذن الله في غضون شهرين الانتخابات ستكون وسيسيطر الحزب الآخر على مجلس النواب وبالتالي يضغط. فالوقت ليس للبكاء وليس للتذمر وليس لليأس ولا لرفع الرايات البيضاء، بل بالعكس إننا نحن من يعمل مع المجتمع اليمني في أمريكا نرى بأن هذه الأزمة قد جعلتنا أقوى وقد صنعت منا يعني أفضل أو أخرجت أفضل ما فينا. طيب ما هي الوسائل التي يمكن اللجوء إليها الآن لاستثناء اليمني ورفعه من قائمة هذه الحظر، خصوصا بعد أن صدر هذا القرار من المحكمة العليا والبعض يعتبر أن هذا القرار ربما نهائي لا يمكن الطعن والاستئناف فيه؟ أولا وقبل كل شيء، القرار لو طبق حرفيا لا زال الجميع مستثنى، لأن هناك استثناءات ضمن هذا القرار لمن يعاني، وكلنا نعاني بموجب الحرب القائمة في اليمن. لكن لا زال لدينا وسائل كثيرة. في أولا، الرئيس غدا بإمكانه أن يغير رأيه وينهي هذا القرار، بالضبط كما فعل في قرار آخر قبل أسبوع لمن يعلم، في خلال 3 أيام بعد أن نهض الشارع وثار وخاف الرئيس سياسيا على مصلحته غير القرار وترك تفريق العوائل في الحدود الجنوبية لهذا البلد. لدينا وسائل وسبل كثيرة جدا، أولا وأهمها هي تسليط الضوء على معاناتنا. كل من يعاني، كل من لديه قصة، كل من أهله في مكان وهو في مكان، لابد أن يتكلم للصحف للقنوات على أمل تحريك الرأي العام الأمريكي، لكي بالتالي هم يضغطون على الساسة. ثم الانتخابات الانتخابات الانتخابات، أعود وأكرر، النظام في هذا البلد يعمل، وخير دليل على أنه يعمل أن هو حكم هذه المحكمة. هذه أمريكا ليست اليمن، أمريكا النظام فيها يعمل، فعلى كل يمني أمريكي أن يسجل وعلى كل يمني أمريكي أن يصوت لمن يقف معه وضد من يقف ضده. علينا أن نكسر القيود والأحكام المسبقة التي الجميع قد يعيش في بموجبها، وهي أن السياسة أو الحكومة لا تنفع، لا، والانتخابات لا جدوى منها، لا. هذه أمريكا وفي غضون شهرين ستكون انتخابات، وإذا سيطر الحزب. طيب هذا بالنسبة لدور اليمنيين الأمريكيين الموجودين داخل الولايات المتحدة، ماذا عن الحكومة؟ هل يفترض أن تقوم بدور معين؟ هل هي قادرة على فعل شيء؟ للأسف اليمني الأمريكي ومثله باقي اليمنيين في كل أرجاء العالم، هم نحن هنا في أمريكا بسبب قصور في أداء الحكومة والحكومات المتتالية.
اليمن بلد غني والكل يعلم ذلك، ولو انها لو ان الحكومه وكل الحكومات قامت بدورها لما نحن هنا اولا، ثم لما نحن في هذه الازمه. للاسف الشديد وبالذات وزاره الخارجيه اليمنيه لم يظهر منها اي شيء في هذه الازمه. اليمنيين الامريكيين شريحه مهمه جدا، ما يقارب ال 400 الف نفر يعتبرون شموع تنحرق لكي تضيء للآخر. اليمنية الأمريكية الواحد يعين ما يقارب من 10 إلى 20 فرد، أسرته، جيرانه. والاهتمام بهذه الشريحة أمر مهم، ونحن في تواصل مع السفارة، في تواصل مع وزارة الخارجية، في تواصل مع الجميع، ولكن السفارة هنا تجاوز معنا نوعا ما. نحن نقدر الموضوع كبير جدا وقد يكون أكبر من اليمن وأكبر كذا، ولكن دائما وأبدا نقول بالذات للسفارة ووزارة الخارجية، ما نريده منهم هو التواصل، يخبروننا ماذا فعلوا وما الذي عجزوا عنه. نحن لا نطلب منهم أن ينزلوا لنا القمر وأن يصنعوا واقع أكبر منهم أو أن يقلبوا العالم رأسا عن عقب، لا، نحن منطقيين، نحن واقعيين. قولوا لنا ماذا صنعتم، ماذا طلب الأمريكان منكم وماذا صنعتم فقط. هل هذا أعتقد حق شرعي لنا. وبالمناسبة في الآونة الأخيرة تواصلت معنا السفارة وقالت إنها تعمل وقد قطعت شوط كبير في تلبية النقاط التي طرحتها عليهم الحكومة الأمريكية، ولكن للأسف وهذه من خبرتنا وأخذنا وعطانا مع الحكومة اليمنية سابقا، لا ندري هل هذا هو كلام يسمعنا ما ردينا أن نسمع أم إنه فعلا واقع. وأعتقد على اليمنيين الأمريكيين وكل اليمنيين في كل مكان أن يحكموا على الأمور بموجب الواقع. فكل سياسي بارع في تحريك لسانه وإسماع الناس ما يريدون أن يسمعون. شكرا جزيلا لك أخ زيد ناجي، نائب رئيس جمعية التجار اليمنيين في الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا ينضم إلينا الأخ محمد طاهر حمزة من الولايات المتحدة. أهلا بك أخ محمد. اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. انت ربما احد المتضررين، لديك اسره عالقه في جيبوتي، ما الذي حدث؟ هل ما زالت هناك امكانيه بالنسبه لك انت بشكل شخصي، يعني هل هناك استثناءات ربما ليحصل لم شمل الاسره، تاثيره هذا القرار عليكم وعلى الجميع؟ يعني القرار هذا والله صدمنا صدمه كبيره جدا، وخاصه انه جاء من اعلى هيئه في البلد وهي المحكمه العليا. في استثناءات لبعض العوائل. اتمنى ان تكون عائلتي من يعني اللي مش يشملهم الاستثناء، بس الى الان ما فيش اي رد. وقد راسلت القنصليه الجيبوتيه في يعني القنصليه الامريكيه في جيبوتي ولم يردوا علي اي شيء الان، والوضع يعني صعب جدا. ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى ان يفرجها، ونتمنى من الحكومه اليمنيه ان يدوا يعني يكون هناك امر جدي واكثر من اللي من قبل، لان الناس الان اصبحوا في وضع يرثى له. في ناس تنام في الاسطح في جيبوتي، في ناس في ماليزيا باعوا ما فوقهم وما تحتهم واصبحوا الان في ورطه. ان رجعوا اليمن مشكله لانه مديون، قد يدخل السجن، قد تكون عليه مشكله كبيره. وان جلس في ماليزيا ايش يعمل؟ هذا اللي نشتي من الحكومه اليمنيه انهم يسعوا الى يعني إلغاء القرار هذا، لأنه من جملة ما قيل على أن الحكومة اليمنية لم تتعاون مع الحكومة الأمريكية في محاربة الإرهاب. كيف يعني الحكومة اليمنية من عهد علي عبد الله صالح إلى الآن هي أكبر دولة داعمة للحكومة الأمريكية؟ يعني الأجواء حقنا مفتوحة ومعطين لهم الضوء الأخضر يعملوا في البلد أي ما شاءوا. وهذا افتكر اني من اكبر الاسباب التي تقدر الحكومه الامريكيه اليمنيه تضغط على الحكومه الامريكيه في الغاء هذا القرار، كما الغي على تشاد والعراق والسودان وغيرها. طيب ما هي مبررات الاستثناء التي يمكن من خلالها استثناء الملفات المقدمه في السفاره والقنصليه الامريكيه سواء في ماليزيا او جيبوتي او مصر او الجزائر؟ استثناء ما المشكله، ما احناش عارفين ايش من هم المستثنين يعني، وايش تكون صله القرابه في يعني اكبر يعني صله قرابه القرابه بين الزوج وزوجته والابناء وابائهم، بس ما شفناش ولا استثناء. ولا في ناس اعطوهم الاعفاءات وللان ما فيش اي خبر.
نعطون حتى الفيز. طيب اشكرك جزيلا اخ محمد طاهر، شكرا جزيلا لك. الاخ ايضا لدينا اتصال، اخ حافظ، اهلا بك اخ حافظ. السلام عليكم وكيف الحال؟ الحمد لله. اخ حافظ انت لديك اسرة عالقة ربما في ماليزيا واوراقكم مقدمة هناك لدى السفارة الامريكية، الى اين وصلت معاملاتكم؟ هل بعد صدور هذا القرار ما زالت هناك امكانية للم شمل الاسرة؟ اشكرك على استضافتنا للبرنامج، واشكركم على البرنامج، واشكر قناة تلقيس اول شيء، وشكرا لكم والله. انا والله معاملتي يعني الحمد لله انا خلص كل شيء، ويعني في ناس كثير من اصدقائي يعني خلصنا المقابله وكل شيء في ماليزيا، وبعدين اعطونا الرفض يعني ممنوع عشان قرار ترامب العنصري، والمشكله ان حكومتنا اليمنيه ما ساعدتنا ولا في اي شيء. طيب الآن بعد صدور هذا القرار يعني القنصليات الأمريكية والسفارة الأمريكية هل يمكن أن تكمل معاملات والملفات تنجز الملفات الموجودة فيها، أم ربما هذا القرار قطع أي أمل بدخول أمريكا وحصول على الموافقة والقبول من قبل السفارة والقنصليات الأمريكية؟ في كلام قال إنه عن المعاملات لساتها مستمرة، يعني في يعني المعاملات لسه مستمره، بس ما اعرف انهم راح يستلموا ولا شيء. يعني لازم حكومتنا اليمنيه لازم تخرج الحظر اليمني. طيب لازم تبعد الحظر. طيب هل بالنسبه للذين رفضوا ورفضت معاملاتهم هل يتم توضيح الاسباب لهم لماذا رفضوا؟ ما هي اسباب الرفض؟ نعم. طيب ما هي الاسباب التي تقدم؟ أسباب الرفض إنه قرار الحظر تبع ترامب، يعني هي قولوا يعني بلدكم هذا محظورة من دخول أمريكا. يعني مثلا لا يتم توضيح مثلا ربما لديكم وثائق سفر أو جوازات صادرة ربما من منطقة لا يتم وضعهم أمام أي تفاصيل. لا ما يتنزل وضعهم ولا اي شيء، بس يقول لهم يعني انتم لكم الحق في دخول امريكا بس بلدكم محظوره. طيب شكرا لك اخ حافظ. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا. اتصال اخر. مرحبا. الاخ منذر روحاني، اهلا بك اخ منذر، تفضل. الاخ مطهر الروحاني. مطهر الروحاني، المعذره منك اخ مطهر. حياك الله أستاذي ومعلمي، نشكركم ونشكر قناة بلقيس، قناة كل اليمنيين لتعاطفها وإبداء آراء اليمنيين ومعاناتهم في جميع أنحاء العالم. تفضل مطهر. نود أن نوضح للعالم وللشعب أننا يعني لدينا أسر في مصر ولدينا أسر في جيبوتي وما هناك منذ سنة ونصف، ولم يستطيعوا أن يخرجوا إلى أي حل، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية من هنا الميجريشن حق أمريكا، ولعدم وجود ما ذكرها الأخ زيد والأخ بعدم التعاون من الحكومة اليمنية لإيجاد إثبات ما تطلبه الحكومة الأمريكية منهم من الشعب، يعني أنهم هناك فهناك يعني كما ذكروا الأخوة قبلي أن الحكومة اليمنية الآن هي يعني موجودة في اليمن يعني بشكل عام، فلذلك يعني نرجو من الحكومة اليمنية أن تعمل بجدية على إزاحة هذا القرار كما فعلت بعض الدول مثل السودان والعراق، وأزاحوا يعني دولهم من هذه القائمة، فنرجو من دولة اليمن أن تعمل ولو شيء يسير. كما أن هذا القرار يعني الذين يسافرون من هربوا من اليمن إلى جيبوتي وإلى مصر ليس باستطاعتهم العودة إلى بلد تحكمها ميليشيات، بلد ليس فيها أمن، ليس فيها استقرار، كما الآن يعني هم في ورطة الآن
حانبين هناك. فلذلك يعني يجب على الحكومة اليمنية أن تعمل استعادة الدولة، وكان تعمل لإعانة المغتربين في كل مكان، مش إلا في أمريكا بس، لأن المغتربين يعني اليمنيين في كل مكان لا يجدون أي مساعدة من الدولة. فنرجو أن تعمل الدولة بواجبها كما هو يعني المفروض أن تعمل كأي دولة في العالم، وإذا لم يستطيعوا فعليهم أن يعلموا الناس أو يقولوا للناس نحن قدمنا كذا، نحن قدمنا ولم نسمع أي رد أو أي كلام. طيب شكرا جزيلا لك أخ مطهر. اتصال ربما أخير الأخ صلاح الشعيبي من الولايات المتحدة أيضا، وربما لديه أسرة عالقة. أخ صلاح أهلا بك. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام أخ صلاح. شكرا لاستضافتكم. طيب أخ صلاح أختم معك هذه الحلقة، ربما الآن أنت لديك أسرة عالقة في أحد الدول كانت مقدمة للمعاملة عند أحد السفارات أو القنصليات الأمريكية. الأخ مطهر يقول أن أسرته عالقة منذ سنة ونصف، هل خلال هذه الفترة كانت هناك بعض الملفات تمر وتقبل من قبل السفارات والقنصليات؟ يعني ما أسباب قبول البعض ورفض البعض؟ هل هناك استثناءات معينة ربما أو مطلوب وثائق معينة توفرها فالبعض التزم ووفر هذه الوثائق وبالتالي قبلت معاملته؟ نعم سيدي. انا زوجتي قابلت في شهر 12/2017 وجابوا لها الويفر هذا الالتماس. في ابن عمي كذلك يعني قابل في شهر 4 في هذه السنه وحصل على الفيزا. في استثناءات واكثر شيء يركزوا عليه دخل الشخص، يعني كم الشخصية دخله، وهذا شيء مهم جدا يعني في بالملفات يشوفوا إلى دخل الشخص، وكذلك يعني يعني الماضي تبعه. طيب قريبك هذا ابن عمك الذي حصل على القبول، من أين صدرت وثائق سفره؟ من أي محافظة؟ وأيضا موضوع يعني التسهيلات التي حصل عليها، ربما هل لديه أقارب من الدرجة الأولى؟ يعني ما الاستثناءات في حالته حتى يتم قبوله في حين أن الآخرين رفضوا خلال هذه الفترة؟ هو أولاده وزوجته هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقدم للاستئناف وقبلوا الاستئناف تبعه بسبب أولاده، لأنه ما شافش أولاده من حوالي 3 سنين، وهذا كان يعني شيء يعني جعله يعني يستلم الفيزا تبعه. طيب جواز سفره وثائق سفره خاصة به، هل هي صادرة من مناطق الحكومة الشرعية أو من مناطق الحوثيين؟ نعم من إب أكيد، يعني مناطق سيطرة الميليشيا، لأنه السفير اليمني يصرح ربما يقول أن اليمنيين يرفضوا ربما قائمة الحظ لأن وثائق المؤسسات التي تصدر وثائق السفر هي تحت سيطرة الحوثيين. لكن في حالة ابن عمك قبل 4 أشهر حصل على الموافقة وجواز سفره صادر من إب، يعني وإب معروف أنها خاضعة ربما لسيطرة الحوثيين، إذا ربما هذا السبب غير مقنع من السفير. بالطبع هذا يعني كان من إب، والجواز كان في صدر في 2014 من إب قبل الانقلاب، إذا دخلنا في نقطة أخرى. نعم يعني هو كان قبل الأحداث أو قبل منع الجوازات الذي من إب أو من صنعاء أو من المناطق الأخرى الذي مسيطر عليهم الحوثيين. طيب أشكرك جزيلا أخ صلاح الشعيبي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لكل من شارك معنا في هذه الحلقة من المنصة والتي خصصناها لمتابعة تداعيات القرار الأخير الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة برفض ووضع اليمن ضمن قائمة الحرب منع دخول الولايات المتحدة إلى جانب 5 دول. شكرا جزيلا لكم، انتهت هذه الحلقة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة، في أمان الله.